مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامج الحالمة، وفيه نسلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تعتمل على الساحة في تعز، نرصدها ونستطلع الآراء حولها. نجول المدينة لنتعرف على أهم الصناعات التقليدية فيها وأبرز ما تشتهر به في هذا المجال، كما سنتوقف وإياكم على بصمات ومشاريع نجاح تسهم بالدفع في الشباب واستثمار الطاقات من خلال التدريب والتأهيل، فكونوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة بمظاهر احتفائية متنوعة، أحرار تعز يحون الذكرى التاسعة لثورة فبراير المجيدة ويتعهدون بمواصلة النضال حتى تحقيق كافة الأهداف. الحلويات في تعز صناعة تقليدية تشتهر بالجودة وتتميز بالمذاق. تكريم 112 خريجا من برامج نوعية، واليوسفي يعد باستقطاب الشباب في برنامج رزق للتمويل الأصغر. مرحبا بكم من جديد. في المستهل وقفة سريعة مع رصد موجز لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز في أسبوع. عقدت السبت الندوة العلمية الأولى حول التعليم في محافظة تعز، المشكلات والحلول، وناقشت الندوة التي نظمتها جامعة الحكمة بالتنسيق مع مكتب التربية تحت شعار معا لتجويد التعليم وتحسين مخرجاته، ناقشت 8 أوراق عمل، حيث تطرقت إلى تداعيات الحرب والحصار على العملية التعليمية بتعز والدور المجتمعي في تجويد التعليم ومكافحة ظاهرة الغش، إضافة إلى معوقات التعليم العام في تعز وقضية التسرب المدرسي وسبل معالجته. أنهت الفرق الفنية المرحلة الأولى من عمليات ترميم المتحف الوطني بتعز والتي شملت الواجهة الخارجية، وأشاد مسؤول السلطة المحلية والهيئة العامة للمتاحف والآثار بجهود ودور الصندوق العالمي للحفاظ على الآثار في دعم وتمويل الترميم لعدد من المعالم الأثرية والتاريخية بتعز، والتي من بينها مبنى المتحف الوطني. مشاهدينا، تعيش تعز هذه الأيام غمرة الاحتفالات بالذكرى التاسعة لثورة 11 من فبراير المجيدة، وعمت مظاهر الاحتفالات أرجاء المحافظة والتي تنوعت بين مسيرات شعبية ومهرجانات احتفائية، إضافة إلى فعاليات خطابية فنية تميزت بالمجمل بحضور شعبي لافت يجسد إيمان أبناء هذه المحافظة بمبادئ وأهداف ثورة فبراير. فعاليات خطابية فنية، مهرجانات ومسيرات شعبية، بمثل هكذا مناشط واحتفالات عاش أبناء تعز فرحتهم وهم يحيون الذكرى التاسعة لثورة 11 من فبراير المجيد. ثورة 11 فبراير هي ثورة عظيمة مجيدة وحدث تاريخي مفصلي استطاع أن ينتج واقعا جديدا، وبفضل هذه الثورة العظيمة تخلصنا من حكم استبدادي ظلامي جثى على صدر هذا الشعب عقودا من الزمن. برغم هذه الظروف التي تعيشها تعز على وجه الخصوص واليمن على وجه العموم، فبراير تحيا ذكرها لتؤكد على أننا مستمرون لإسقاط الانقلاب وعودة الثورة إلى وجه زخمها واستكمال أهدافها بإذن الله تعالى. قلعة القاهرة وما تمثله من قيمة تاريخية ورمزية في صمود تعز احتضنت حفلا فنيا بحضور لافت للمرأة والشباب والأطفال، وهو ما يعكس اعتزاز المواطن في تعز بثورة فبراير التي قضت على حكم الفرد ومشروع التوريث. هذه الثورة جعلتنا نتحرر من العبودية التي صنعها عبد الله صالح لمدة 33 عاما، جعلتنا نتعلم كيف ننتفض على الظلم وكيف نغير النظام وكيف نغير المستقبل. ونؤكد أننا على العهد سائرون للشهداء والجرحى، لن نتراجع عن ثورة 11 فبراير
مهما كان سنحقق أهداف الثورة كاملة. شعب النظام أوقفته مدافع. ينظر الكثير إلى أن تعدد المظاهر الاحتفائية بذكرى ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية وزخم المشاركة الشعبية في هذه المناسبة في تعز تأكيد على استمرارية الفعل الثوري الذي يجعل طول أمد الحرب باعتباره رهان الإنقلابيين والطابور الخامس والقوى الخارجية المعادية للثورة رهان خاسر، خصوصاً في ظل قناعات راسخة لدى الشارع التعزي بأهمية مواصلة الكفاح حتى تحقيق كافة أهداف الثورة. ولتسليط الضوء على الاحتفالات المتواصلة بالذكرى التاسعة لثورة فبراير المجيدة، يسعدنا أن نستضيف معنا الناشط الشبابي في ثورة فبراير ماجد الشميري. أهلا بك معنا في هذا اللقاء. مرحبا، أهلا وسهلا. فعاليات واحتفالات شهدتها تعز في الذكرى التاسعة لثورة فبراير المجيد، أولا ما دللت الزخم الشعبي في الاحتفاء أو المشاركة بهذه الثورة، وأيضا ما رمزية احتفال تعز بهذه الذكرى؟ مرحبا، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا 11 من فبراير هذه الذكرى الوطنية العظيمة في نفوس الشعب اليمني وتعز خصوصا عامة وتعز خصوصا، ما أن يأتي ذكرى فبراير إلا وتهب كل أبناء تعز يهبون احتفاء بهذه الذكرى الوطنية، فلها أثر عميق في نفوسهم. حقيقة تعز دائما كما عودتنا ليس جديد عليها، بل هي ولدت ثورة 24 من أكتوبر و 26 من سبتمبر، وهي أول من أطلق شهر 11 فبراير، فهب الشباب وهب الطلاب وأبناء المدارس والطلاب والجامعات رفضا لحكم العائلة، رفضا لحكم الفرد. هذه الثورة ما زالت في نفوس أبناء تعز قوية، وما زالت وهج الثورة موجود بحماس وبقوة، وبإذن الله ستستمر هذا الوهج حتى تحقق كافة الأهداف. في تعز قامت أكثر من احتفال وأكثر من فعالية، فهناك تيار فبراير قام احتفال في الثورة ومجلس شباب الثورة ومنسقية العليا، تعدت المسميات لكن الكل يهتف بفبراير والكل يهتف بهذه الثورة المجيدة، والكل يتغنى بها رغم اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، إلى أن فبراير يجمعهم، وفبراير ومظلة فبراير تجمع كل فئات تعز وأطيافهم المختلفة. أن تحتفي تعز في ظل الحرب وفي ظل الحصار، ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني إن هذه المدينة الصامدة، هذه المدينة المناضلة، روح الثورة ما زال قوي في نفوسهم، إن هذه أبناء إن هذه المدينة لا تموت، إن روح الثورة لا يموت. ما زال اليوم تعز تقدم أرقى وأطهر أبنائها دفاعا عن هذا المشروع ودفاعا عن هذه الثورة التي واجهت ثورات مضادة متعددة وما زالت إلى اليوم، وتعز تقاوم المشروع المضاد وتقاوم استعادة الدولة وبناء الدولة وأهداف فبراير حتى يتحقق كاملة. تأتي الذكرى التاسعة لثورة فبراير في ظل تكالب قوى داخلية وخارجية لإجهاض الثورة الشبابية الشعبية السلمية، كيف يمكن أن يواجه الثوار الذين يخوضون حربا ضد الإماميين الجدد على أكثر من صعيد، أم أن المعركة واحدة ولا بد من الانتصار لفبراير وتضحيات الشهداء؟ نعم، ثورة 11 فبراير طبعا تعرضت للثورات المضادة من أول يوم عبر مراحل متعددة، فهناك تدخل الخارجي وهناك الأحزاب التي تشتغل ضد الثورة، بعض الأحزاب التي تشتغل ضد الثورة وضد الجمهورية، وهناك قوى خارجية وإقليمية تعمل ضد الثورة وتعمل ضد ثورات الربيع العربي بكل الدول العربية، لكن هي استمرارية الثورة، استمرارية الشباب في وهج الثوري، الزخم الثوري الذي يجب أن ألا يخف، يجب أهداف الثورة ألا تقل عند الشباب، يجب الوعي أن يستمر، أن الثورات لا يمكن أن تحسم بزمن معين ولا يمكن أن تصل إلى أهدافها بزمن محدود، إنما الثورات تقاس بعشرات السنين ولا بد من الاستمرار حتى تتحقق الثورات ويتحقق طموح الشعب. ففبراير يعتبر ميلاد جديد لشعب اليمن وطموح جديد لأبناء لجيل حر كريم يرفض الاستبداد، يرفض الاستعباد، يرفض حكم الفرد، يرفض حكم العائلة. هذه نافذة أمل يجب أن يتمسك بها أبناء كل شباب الشعب اليمني حتى نصل إلى الدولة المدنية الحديثة المطلوب إن شاء الله.
كان هناك العديد من الكلمات بهذه المناسبة الثورية، أبرزها كلمة للناشطة والقيادية في ثورة فبراير توكل كرمان. أنتم كشباب الثورة، كيف وجدتم أصداء هذه الكلمة وما الذي تعنيه في هذا التوقيت؟ الثورة طبعا ثورة 11 فبراير هب فيها كل أطياف الشعب اليمني، نسائه ورجاله وأطفاله وشبابه. كان الثورة 11 فبراير رموز هذه الثورة، ومنها النشطة توكل كرمان، هذا الرمز الثوري الذي ما زال صامد، وما زالت صوت فبراير أوصلت صوت فبراير للخارج، وأوصلت صوت فبراير وحملت رسالة فبراير إلى كل مكان. تحية للنشطة الثورية توكل، وتحية لكل شاب فبراير أينما كانوا وأينما وجدوا، ولكل من حمل أهداف فبراير، ولكل من ناضل واستمر حتى تتحقق أهداف فبراير كاملة، وحتى نستعد الدولة وتستعد قرار الدولة وسيادتها، وتعود اليمن آمنة مستقرة مطمئنة، نوفر العيش الكريم لكل أبناء هذا الوطن. ما الذي يمكن أن نستفيده من دروس في التضحية والنضال والكفاح ونحن نحتفي بذكرى ثورة فبراير؟ طبعا الثورات لا تموت، وروح الثورة لا تموت. في 11 فبراير التي خرجت من روح الشعب، وخرجت من روح الجماهير البسيطة، إن الشعوب تمتلك إرادة، إن الشعوب قادرة على التغيير، إن الشعوب قادرة أن تصنع أوطانها، قادرة أن تبني، قادرة على أن ترفض الاستبداد، ترفض حكم الفرد، فقط أن تتوفر العزيمة، أن تتوفر الإرادة، أن يتوفر الوعي، أن يؤمنوا بأهدافهم، أن تكون أهدافهم واضحة ويؤمنوا بها ويعملوا باستمرار على تحقيقها. بإذن الله ستنتصر الثورة وستتصل إلى أهدافها، وأملنا كبير، ونحن سنستمر ولن نتوقف، ولا يمكن أن توقف هذه الثورة مهما حاول أعداء الثورة، مهما حاولت الثورة المضادة، مهما حاول التدخل الخارجي أن يعيقنا، إلا أن كشباب ثوار سنستمر في مطالبنا في تحقيق هدف الثورة، وستولد ألف ثورة من ثورة 11 فبراير حتى تبنى اليمن، ونوجد يمن مستقر آمن يوفر العيش الكريم ويوفر تطلعات الشعب اليمني. سنظل نناضل إلى أن نصل إلى بناء الدولة المدينة الحديثة المنشودة الذي يتساوى فيها كل أفراد الشعب اليمني، يسودها العدل والمساواة والحرية والكرامة، فيها يجد الطفل تعليمه، ويجد المريض دواه، ويجد العاطل عمل، وتتوفر فيها فرص عمل، وتبنى اقتصاد قوي في هذه البلد، وينعم في خيرات هذه البلد كل أبناء الوطن بإذن الله تعالى. النشط في ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية ماجد الشميري، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا اليوم. شكرا جزيلا. مرحبا بكم من جديد. تنتشر في تعز العديد من المحلات التي تختص ببيع وصناعة الحلويات، وتشتهر بعض هذه المحلات بتحضير الحلويات ذات النكهة التعزية الخالصة، ومنها تلك التي يتم تحضيرها بزيت السمسم، وتتصدر حلويات الهريسة والخلطة والمخاوي قائمة التفضيل لدى المشترين. نتابع. على مدى نصف ساعة تقريباً يعمل المعلم عبد الله الشرماني ومساعده على تحريك هذا الخليط بين فترة وأخرى بداخل الوعاء الكبير المعروف بالحلة. تحت الملاحظة المستمرة وعلى درجة حرارة معينة يأخذ هذا الخليط بالتشكل التدريجي ليعطي في المحصل الأخير منتج الحلويات، المنتج البلدي التي تشتهر تعز على نطاق واسع بصناعته، ويتميز بمذاقه الحلو ونكهته اليمنية الخالصة. يعتمد صانع الحلويات على مقادير معينة لعمل منتجات مختلفة وتشكيلات معينة من الحلوى، لكن ما يجب معرفته أن معظم أنواع الحلويات تتشكل في الأساس من الماء والسكر، غير أن الإضافات والنكهات التي يتم وضعها إضافة إلى نوعية الخليط هو من يتحكم في المنتج النهائي. نبدأ بتحضير الماء مع السكر وصبغة، ثم نخلي الماء يغلي مدة 20 دقيقة أو 25 دقيقة تقريباً كذا،
حتى ينضج، ثم نسكب اللوز الفول السوداني، ثم نقسم نحركها حتى تنضج، نعمل مقدار الزيت حقه، ثم نغرف نغرف. هذه الخلطة مقادير السكر للخلطة 6-5.5 كيلو. هذا الخلطة السكر واللوز 4 كيلو ناقع، والمقدار الهريسة يختلف من 8 كيلو سكر إلى 6 كيلو لوز. حلويات النور الواقع بحي السلخانة وسط مدينة تعز، وهو المكان الذي يعمل فيه المعلم عبدالله الشرماني على تحضير أنواع مختلفة من الحلوى، وأحد المحلات التي تمتلك معامل صناعة وتحضير الحلوى في تعز. بحسب المختصين فإن عملية التحضير تبدأ مع الصباح الباكر وتحديداً بعد صلاة الفجر، وتتسارع وتيرة العمل والإنتاج مع اقتراب وقت الظهيرة، حيث ينتج المعمل في أعلى تقدير من 14 إلى 16 حلة في اليوم الواحد. نعمل قدور من 16 إلى 12، كل يوم لرزق، يوم 16، يوم 15، يوم 14. الخلطة الهريسة هذه مرغوبة فيه كثيراً، يعني نمشي باليوم أكثر من 4 صحون متبادل. تشتهر تعز بإنتاج صنوف مختلفة من الحلويات، وتعتبر الخلطة والهريسة والمخاوي والعرائس والباندا أهم هذه الأنواع. الخلطة والهريس، في معك المخاوي، في معك الرطب الأبيض الخفيف، في معك باندا شباك، يعني أصناف كثيرة عندنا متوفرة ما شاء الله الحمد لله. والهريسة الفارق بينه والخلطة المقادير، مقادير السكر واللوز، هذيك اللوز ناقح وهذيك اللوز قاف، وهكذا مقدار السكر يختلف على، والصبغة برضو تختلف على مقدار الخلطة، حتى انها تنشف لما تكون داخل الصحن هذا. الحلوى التي تطبخ بزيت السمسم البلدي هي المنتج الذي يحظى بطلب كبير في تعز، وتبعاً لذلك فإن هذا النوع يباع بأسعار عالية، ومنها الحلوى صفراء وبيضاء اللون والمحبب والفرشة. زيت السمسم خالي من الكوليسترول، يعني ما شاء الله ضارب القسم ولا أي حاجة، وزيت طبيعي برضه ما شاء الله مصنوع من الشحومات. سرت التقاليد في كثير من مناطق تعز على اعتبار الحلويات من ضمن الهدايا المرغوبة والتي تقدم في كثير من المناسبات، وأهمها على سبيل المثال مناسبات الخطوبة والقران، وفي الاحتفالات الاجتماعية والضيافات في المنازل. نحن مقدمين على عرس، وعندنا من العادات أننا عندما يكون معك عرس ضروري تذهب تأخذ حلويات إلى بيت أهل الزوجة. يقبل الكثير من أبناء تعز على محلات بيع الحلوى، وخصوصاً في أوقات الظهيرة، لتناول نوعيات مختلفة من هذا المنتج، ويعتبرون حصولهم على كمية من الحلويات ذات المذاق اللذيذ مع كوب من القهوة، والتي تقدمها المحلات مجاناً، ضرورة لمد الجسم بالطاقة وتعديل المزاج. اللي يدفعني لأكل الحلوى وخاصة بعد الغداء، والحلويات تجيب طاقة للجسم، طاقة حيوية، وأيضا في عندنا مثل يمني يقول من أكل وحلى كأنما بنى وعلى. يؤكد أصحاب محلات بيع الحلويات أن الكثير من عملائهم الذين يشترون صنوفا مختلفة يقومون بإرسالها كهدايا بنكهة البلدي إلى أقاربهم الذين يعيشون في بلاد المهجر بدول الجوار أو بأماكن مختلفة من العالم. يعني في معنا زبائن من الخليج يقول هنا، يعني مغتربين يمنيين هناك يطلبوا خلطة وهريس من هنا.
يرجع الكثير شهرة بعض محلات بيع الحلوى في تعز إلى طريقة التحضير المتميزة والخبرة في معرفة المقادير المناسبة من الإضافات والنكهات التي تعطي المنتج مذاقاً مختلفاً وفريداً. دائماً ما يقاس النجاح بالأثر الذي يحدثه التغيير. التغيير المقصود هنا هو ما يسعى إلى فعله بعض الأفراد أو المؤسسات التي تستهدف توظيف الطاقة الكاملة في شباب وفتيات تعز من خلال التدريب وتحويلها إلى طاقة خلاقة وقوة مؤثرة تسهم بالبناء من خلال المواكبة والقدرة على المنافسة في سوق العمل. في فقرتنا التالية سنتعرف على إضاءة مشرقة في هذا المجال من خلال احتفاء مؤسسة معكم التنموية ب 112 خريجة من الشباب في برامج نوعية. نهضوا حين أنشد للوطن، ارتفعت الهامات وقد كانوا في صفوف مرصوصة وقت كانت راية الوطن ترفرف خفاقة عالية. وضعوا أيديهم على أفئدتهم حين هتف الجميع باسم الوطن، وقد كانت الألسن تلهج بالنشيد وسيبقى نبض قلبي يا منيا. الصورة من مشهد لكوكبة من فتيات وشباب تعز جاءوا متسلحين بالعلم كأساس لبناء الأوطان ضمن فعالية تكريمية إثر اختتام برنامج تدريبي شامل. نحن اليوم نحتفي بتخرج 112 متدرب ومدربة في مجال في 10 مجالات نوعية لأول مرة في محافظة تعز. تدخل أمن المعلومات وتركيب كاميرات المراقبة وتركيب شبكات الواي فاي، وأيضا مجالات أخرى مثل الخياطة والتطريز والاحتراف، الصناعة الغذائية وصناعة صيانة الموبايل والدراجات النارية. مؤسسة MDF التي تتولى تنفيذ هذه البرامج وتستهدف من خلالها فتيات وشباب تعز تؤكد بأن الهدف من تأهيل المشاركين في هذه التخصصات النوعية ضمن برنامج مهنتي بين يدي هو تمكين الشباب وجعلهم يواكبون متطلبات سوق العمل بعد أن تلقى المشاركون معارف علمية ومهارات تطبيقية، قول يعززه الخريجون بالتأكيد. درست يعني دبلوم كوافير، الحمد لله استفدت كثير في مجال القص والاستشوار والصبغات وتنظيف بشرة وكل أعمال تجميل النساء. دربنا في قسم التمديدات الكهربائية وصيانة تركيب الطاقة الشمسية، وقد تعلمنا الكثير منها ومعرفة الطاقة وما تحتويه من أنظمة. درست هندسة صوت ومونتاج وتصوير، استفدت حاجات كثيرة من الدورة ما كنتش أعرف التصوير ولا إيش كيف ولا كذا. لم يقتصر دور مؤسسة معكم التنموية في التدريب والتأهيل والاحتفاء بخريجي البرامج المختلفة، بل تعدى الأمر ذلك لتقدم المؤسسة لكل خريج أدوات مهنته وكل في مجال تخصصه. وما زاد من فرحة المكرمين هو تلك المفاجأة التي قدمها مدير المؤسسة أثناء الحفل. ومن ثم نستقطب هؤلاء الشباب في برنامج رزق للتمويل الأصغر من أجل فتح مشاريعهم الخاصة. نستهدف من خلال هذا البرنامج إلى تحويل هؤلاء الشباب للاحتياج إلى الإنتاج. يتحدث التقرير السنوي لمؤسسة معكم التنموية عن أن أكثر من 1,000,000 شخص استفاد في تعز من برامج المؤسسة التي تقدمها في مجالات التعليم والصحة والمياه والإصحاح البيئي والأمن الغذائي، إضافة إلى برامج الإنعاش المبكر وفي مجال الإيواء والحماية، وهو الرقم الذي يعطي MDF الريادة في المبادرات والبرامج التي تستهدف تمكين الشباب في تعز. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، وحتى الملتقى في حلقة القادمة نترككم في رعاية الله وحفظه. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا. سقاها الصبح نسبته ولنا.